هكذا بدا المشهد في معظم الأسواق التجارية، حملات أمنية آلية وأخرى راجلة تستهدف مراقبة وضبط المخالفين لأوامر الدفاع بعد قرار مديرية الأمن العام إعادة انتشار قواتها الأمنية لتحقيق المزيد من الضبط الأمني وتكثيف الرقابة على المنشآت والأفراد للتأكد من ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد الجسدي. احنا الآن موجودين في أحد الأسواق ضمن منطقة الاختصاص، من خلال انتشار مجموعاتنا نقوم بمراقبة مدى التزام الأخوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية بأوامر الدفاع. حال يعني مشاهدة أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق الشخص المخالف، يتم تحرير المخالفة. احنا كأصحاب منشآت احنا ملتزمين ومتقيدين بإجراءات السلامات العامة اللي احنا من أول جائحة كورونا متبعينها، بالالتزام بالكمامات وبالتباعد الجسدي وبالارتداء القفازات كاملة. واحنا منأكد من أول الجائحة ولغاية اليوم ولغاية غدا ولأي يوم مستقبلا بالالتزام بإجراءات السلامة العامة كاملة للحماية أنفسنا ولحماية الجميع. الانتشار الأمني يأتي في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، قرار يصب في مصلحة الجميع كما تقول لجنة الأوبئة التي أكدت أهمية الالتزام بتطبيق أوامر الدفاع خشية ارتفاع أعداد الإصابات. ارتفعت الإصابات وهذا ما يقلقنا، يعني احنا ماشيين كنا في منحنى وبائي نصل إلى أنه الموجة اللي احنا فيها من شهر 10 تنزل على الأخير. هل ارتفعت الإصابات بنحل؟ الحل هو أنه إجراءات. أتمنى أن يكون الناس تلتزم، أتمنى أنه كل واحد يكون فينا مسؤول، ما يفوت على محل واحد مش لابس كمامة، ما يفوت في أي تعامل تجاري في مخالفات. وفي الأمن ما شاء الله الأمن يعني بحافظ على صحة الناس. إحنا كل هدفنا ما بينزل المنحنى الوبائي إلا أنك بالتزام الكمامة، التزام المؤسسات التجارية والتطعيم، فاتحين التطعيم في كل مراكزنا. يا ريت الناس كلها رجعت تلبس كمامات، الناس الاعداد تتزايد في الاردن هون، شفت احنا كنا واصلين نقطه صفر وبعدين رجعنا هاي الاعداد ارتفعت، سبب الناس ما كانت ملتزمه، بس الحمد لله هاي الناس بس ترجع تلتزم وان شاء الله ما نرجع للحظر بالمره. الاجراءات الامنيه تشمل ايضا متابعه المحجور عليهم من خلال تنفيذ زيارات بشكل عشوائي لمنازلهم للتحقق من مدى التزامهم بالحجر المنزلي والتاكد من عدم مخالفه اوامر الدفاع المتعلقه بالحجر المنزلي. رعد بن طريف، المملكة، عمان.